السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. وهنبدأ مع بعض اول فيديو من فيديوهات العيد. اول حاجة اعملها معاكم النهاردة الطحال. طبعا الطحال النهاردة انا جبته من عند الجزار كده، وبعد كده رحت بقى غسلاه كويس قوي ونقعته كده في ليمون وشوية خل، وحضرت له بقى شويه توابل اللي انتوا شايفينها، ورق لورا وكبيب صيني وقرنفل وفلفل اسود وحبهان وروزماري وكده. يعني بعد ما غسلته شطفته بقى كويس قوي ونقعته في الحاجات ديت اللي انا قلت لكم عليها، خل وليمون، وهحط له دلوقتي في ميه مغليه. هحط ايه في الميه؟ هبقى حاطه عندي جزره وطماطمايه وبصله. هو بياخد سوا الحجم اللي انتوا شايفينه ده بياخد ساعه. وكمان هحط له التوابل اللي عندي، التوابل ورق لور، الورق اللي هو الغار، والروزماري والفلفل الاسود، كوبيبة صيني، حبهان، ولو عندك مستكة كمان حطي براحتك يعني. بس هي دي الحاجات اللي عندي اللي بحب احطها دايما في الطحال. وريت الطحال يعني يكون طازة، بلاش يكون ايه مركون كده عند الجزار، يعني طازة بيبقى طبعا طعمه احلى بكتير. هحطه بقى كده، هغطيه وهسيبه على النار مدة، في بقى لو هو ذبيحة كبيرة يعني شوية ممكن ياخد معاكي ساعة ونص. ده بعد ساعة طلع كده وبرد، طبعا هقشر بقى القشرة اللي عليه دي، بتتشال بمنتهى السهولة طالما هو ايه طازة معاكي. فانت بقى بتشيلي القشرة دي كلها، مهم جدا ما تسيبيهاش، لان القشرة دي بيبقى طعمها وحش جدا. فطبعا بتقشريها كلها كويس جدا، ما بتسيبيش اي حاجه، وهي بتتشال معاكي بسهوله يعني. بعد بقى ما قشرت القشره كلها هقطعه بقى كده معاكم شرايح، علشان اقطعه صغير لان النهارده هعمله بالطريقه اللي احنا بنحبها. انت ممكن تقطعيه شرايح كده لو انت مستعجله، وتحمري الشرايح دي في معلقه سمنه وتقدميه كده خلاص، يبقى هو خلص يعني، يبقى مقرمش شويه كده وجميل قوي. بس طبعا النهارده انا حبيت اعمل لهم كده وجبه فيها خضار، فحضرت عندي شويه حاجات كده هقول لكم عليها، اللي هي جزر، فلفل الوان، وتوم، وطماطم. الطماطم دي يا جماعه معموله في الكبه من غير ميه، وعندي بهارات لحمه وبابريكا وفلفل اسود وملح. اول حاجه هعملها هجيب طاسه فيها سمنه وزيت، يا ريت تحطي سمنه بلدي لو عندك طبعا، ليا لو انت بتحبي الحاجه دسمه شويه حطي معلقه ليا ومعلقه زيت. هنزل بقى دلوقتي بالبصل، وبعد كده الجزر والفلفل الاخضر، وهبدا اشوح الحاجات دي مع بعض، علشان انا عايزه النهارده الطحال يبقى بشكل جديد وبطعم كمان يعجبهم قوي، لان ولادي مش بالسهل يحبوا حاجه. طبعا تعرفين الاطفال الحاجات دي بتبقى ايه غريبه عليهم كده، ويعني مش اي حد فيهم يحبها، لازم تعمليها بطريقه حلوه. انا حطيت عندي مقدار الطماطم دي حوالي طماطمتين كبار مبشورين. دي بقى التوابل اللي عندي اللي قلت لكم عليها، الفلفل الاسود، بابريكا، حبهان، عايزه تحطي قرنفل، بهارات لحمه، كلها حاجات بتدي طعم حلو قوي. المرحله دي انا ما حطيتش الملح الابيض لسه. دلوقتي انا هقلب بقى الطحال اللي عندي ده بعد ما قطعته، وطبعا هتابعه بقى كل شويه هقلب فيه، وتبقى موطيه النار جدا. هيستوي بقى في شويه الطماطم دول كده وهيتشرب منهم، وطبعا مستوي بس احنا عايزين ياخد طعم. والعيش ده انا عملته معاكم قبل كده، ده عيش الصاج اللي انا عملته معاكم قبل كده في فيديو من الفيديوهات يعني، هسيب لكم اللينك اسفل الفيديو. وده شكله بعد ما استوى، بتقدميه كده ان شاء الله. لو عجبكم الفيديو ما تنسيش اللايك، وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس، وتدعيلي دعوة حلوة، وباي باي.